اجتمعوا لأربعة أيام داخل الوطن بعد غياب دام 4 سنوات خارجه، لكنهم سرعان ما عادوا من حيث أتوا تاركين وراهم فرحة لم تكتمل، وهو ما طرح استفهامات كثيرة حول مستقبل عمل البرلمان، من مثل هل سيكون معبراً عن الشعب وتطلعاته أم أداة لقوى إقليمية؟ يجيب أعضاء المجلس سنعود مرة أخرى في ظل وعود منهم بالعمل لصالح استعادة الدولة ورفض أي حلول خارج مبادئ الجمهورية، أو هكذا يقول بيانهم. كما يرفض بشدة التخلي عن مبادئ الجمهورية أو اتباع النماذج التي تقود إلى العيش خارج منطقة التاريخ. خرج البرلمان بتوصيات ركزت أغلبها على كيفية استكمال مواجهة ميليشيا الحوثي، حيث اعتبر بيان المجلس كل القرارات الصادرة عن الميليشيا في حكم العدم داعياً في الوقت ذاته إلى وقف أي مشاورات مع الحوثي قبل تنفيذ اتفاق سوكهولم وإعطائها مهلة زمنية أو استخدام القوة لتحرير الحديدة. وكان من اللافت أن النواب اتفقوا على ضرورة قطع العلاقات مع الدول الداعمة لميليشيا الحوثي، لكنهم اختلفوا على صدور قانون يصنفها كمنظمة إرهابية، واكتفوا بإطلاق وصف الإرهابية عليها في جمل البيان. وفي المقدمة منها الانتصار لإرادة الشعب اليمني بتخليصه من عصابة الانقلاب الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ودحر مشروعها وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ربوع الوطن. المجلس الذي طلب من السعودية استثناء المغتربين اليمنيين من إجراءات الإقامة في المملكة دعا السعودية والإمارات للاستمرار في دعم الشرعية، وهو ما أثار الجدل بسبب ما اعتبره مراقبون تجديداً لتدخل الخليجي في اليمن بدون اشتراطات تضمن تصحيح العلاقة المختلة بين الشرعية والتحالف. عقد البرلمان جلساته في ظروف بالغة التعقيد كما يقول بيانه، لكن توصياته تحتاج إلى بسط هيمنة الشرعية على المناطق المحررة، وهو ما يستدعي وفق محللين حشد السعودية دعمها لصالح عودة نهائية للحكومة والرئاسة إلى الداخل.